ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. نهاية المحترم مكرم میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، عزت دار میری ماں اور بہنوں، رات کا ایک کافی حصہ گزر چکا ہے جس میں آپ آئے ہیں۔